جديد أهلا بكم مشاهدينا. باقة من الورود والعطور ورائحة البخور نهديها إليكم. طيب الله أوقاتكم وأسعد صباحكم بكل خير. الآن نتحدث عن السلوك الغذائي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ودخولنا في أول أيام عيد الفطر السعيد. نسمع كثيرا وهنالك جدل قائم بأن قد يصاب الإنسان بعد انتهاء الشهر الفضيل بأعراض مرضية، تلبكات معوية، انتكاسات صحية ممكن أن تصيب هذا الإنسان جراء الشراهة التي قد تصيبه بعد انتهاء الشهر المبارك وانقضاء شهر رمضان والصيام ودخول في مرحلة الإفطار. قد تجد أناسا مثلا يتناولون بشراهة كميات من الطعام والشراب. كمان ما بدي أظلم أنا هاي الناس، لكن لأنه في بعض من العادات بيتعرض لها الرجال خاصة حينما يقومون بالزيارات العائلية للأسر الفلسطينية من باب صلة الأرحام والعيدية. فقد يكون الرجل والشاب والطفل والمرأة مجبر على تناول الطعام والشراب الذي يقدم له، وقد يضعه هذا الأمر في إحراج وفي مأزق. لكن كيف يمكن لنا أن نحدث توازن ما بين الشراهة التي قد يقع فيها البعض منا جراء وجود بعض الأصناف من الأطعمة والشراب وما لذ وما طاب منها، وبين أن يحافظ كل منا على غذاء سليم، جسم صحي وسليم، بعيدا عن هذه الانتكاسات، هذه الأمراض، هذه الأعراض التي نسمع عنها. طبعا خلوني في البداية أرحب بالسيد الدكتور عطاء القيسي، استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير وصحة وسلامة. كيف شايف أجواء العيد اليوم؟ أجواء العيد أجواء نتمنى أنها تكون في أحسن حال، وبأتقدم بالتهنئة لشعبنا الفلسطيني بعيد الأضحى بعيد الفطر السعيد، وكل عام وأسرانا بخير، كل عام وقدسنا بخير، كل عام وفلسطيننا بخير، وأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات. نتمنى أن تعود يا رمضان بأفضل حال وأهدأ بال على شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الفلسطينية إن شاء الله. اللهم أمين واللهم تقبل منا ومنكم صالح تقبل منا الدعاء. صحيح. دكتور عطاء، السؤال الأول الآن، أفطرت اليوم فسيخ؟ لا لا ما أكل لكن فسيخ. من محبي الفسيخ زي أي واحد أكيد ممكن. نعم طيب ممكن خلينا نبدأ بما أنه بدينا هاي الاستفتاحية في الفسيخ. الإنسان منا بيصوم 30 يوم وبعدها بدخل في عيد الفطر السعيد. ما بدي أدخل الآن بالطعام والمشروبات اللي ممكن تقدم للرجال أثناء الزيارات العائلية، هاي حنحكي فيها في استفادة طبعا، لكن الآن بما أنه دخلنا في الفسيخ، أخطار أو الأعراض أو الانتكاسات الممكن يتسبب لإلها تناول الفسيخ عند الصائم بعد قضاء 30 يوم من الصيام ودخول مباشرة إلى الفسيخ المحبب، شو هي؟ الفسيخ عادة من عاداتنا، تقاليد متوارثة عن الآباء والأجداد، توارثها الشعب الفلسطيني وخصوصا قطاع غزة بالتحديد عن الشعب المصري الشقيق. في قديم العصور كانوا يقدموا هاي الوجبة، بيعتقدوا انه الجسم بعد الصوم معتاد على نمط معين من الأكل، فبياخذوا الفسيخ عشان الملح وعشان الشراهة هاي تبعت الأكل هاي بالذات، يشرب مية كتير ويغير من سلوك المعدة ويغير من سلوك الجسم. للأسف هاي في إلها إيجابيات وفي إلها سلبيات. طبعا ما في شيء في الدنيا سلبيات وبس، في إيجابيات طبعا، حتى يمكن يستغرب المشاهدين، في منافع للفسيخ وفي مضار. نبدأ في المنافع. المنافع المنافع أنه غني جدا بالفوسفور كأحد أنواع الأسماك، بالذات إذا كان حفظ بطريقة جيدة. وهنا نقف عند هاي النقطة، طريقة جيدة يعني مو كل الفسيخ ممكن يتناول ويؤدي انه الانسان ياخذ فائدة منه. نعم صحيح. كيف نعرف هذا الشيء؟ السمكة لازم تكون اولا عينيها بتلمع، جسمها شادد مش مرخية، لانه الفساد، لانه هو عملية حفظ في الاخر. صحيح صحيح. عملية حفظ بالملح.
فالرطوبة اللي بتكون في داخل السمكة أو خلال عملية التمليح الحفظ للأسماك هاي، إذا تخللها أي خطأ بيعفن بيخرب. فاللي طرية أو دايبة زي ما بيقولوها جسمها مش ماسك، هاي فهاي تلفاني هاي خربانة. سمكة فالتة تلفانة خربانة أو غير صالحة للأكل، غير جيدة للأكل. فزي ما بنشتري السمك العادي نشتري الفسيخ. طريقة التمليح لازم تكون أيضا طريقة جافة، لا يتخللها رطوبة، ما فيش فيها ريحة. عند أكل الأسماك هاي أو الفسيخ المملح يجب التخلص من فضلات البطن والرأس، لأنه السموم تتركز في الرأس وفي فضلات البطن، فأفضل جزء منه معلومة جدا مهمة. يأكل. نعم، يأكل الإنسان جسم السمكة، غناؤه بالفسفور، غناؤه بالبروتين كمان، لأنها وطبعا بيزيد القدرة عند الرجال كمان، حتى هو يعتبر محفز الجنسي كمان. طيب نعم، الفسيخ اللي بيكون او يحفظ في براميل مائية، بنسمع انه في انواع البرميل. نعم، من الفسيخ انه بيكون موجود بمي وملح، مية هذا صحي؟ ملحة صحيح هذا صحي انه على حسب شروط الحفظ، زيه زي مثلا المخلل، زي فكرة الطرشي بيملحوه في المية المالحة. فهو الأسماك اللحوم على الطريقة الجافة أفضل، ليش؟ لقتل أكبر كمية ممكنة من الميكروبات اللي بتعيش، اللي هي الميكروبات اللاهوائية أو البكتيريا اللاهوائية مهم جدا. نان ايروبيك. نعم، فالعملية الفسيخ نفسها والتمليح هذا بصير هي طريقة من طرق الحفظ، زي الرنجة مثلا، التدخين نفس الشيء، التدخين للسمك بيصدر عنه الرنجة، والرنجة الأنواع، طبعا حتى كمان مواصفاتها. أنا لفيت في السوق قبل شوي، أنا بالرمضان، قبل ما رمضان ينتهي، فلقيت كميات مهولة من من الأسماك سمك تباع، الرنجة. الرنجة والفسيخ، حتى في على ناصيات الشوارع، على البسطات، على الأماكن التجارية العامة. فخذوا حذركم مواطنين، إنه يجب أن تنتقوا الشيء الجيد. الرنجة لازم تكون لونها ذهبية لامعة، ما فيش فيها مية سايحة من المغلف تبعها، بتيجي محفوظة بطريقة مضغوطة في الأكياس النايلون. طبعا نفس الشيء، اللحم ماسك شادد شوي، وشادد. نعم، عيونها بتلمع ولا ما إلها ما لا عيون؟ هي ما ما إلها عيون. إلها عيون، أنا هو ما طريقة بعرفها. الحفظ، لا هي نص السمكة تقريبا رايح راسها، أها الجزء عشان الثلث الأول بالضبط، لأنه هي طريقة من طرق الحفظ الصحية. فالرأس بيتجمع فيه السموم والخياشيم طبعا، والأمعاء والجهاز الهضمي، كل الأسماك، نعم وهذا ما يعني يكثر فيه البكتيريا وتكثر فيه الجراثيم أثناء الحفظ، فهذا يؤدي إلى العفن ويؤدي إلى الأمراض ومخاطر عالية في التسمم. يعني هاي المعلومة كتير مهمة مشاهدين الكرام، لازم تاخدوا بالكم منها، بأنه رأس السمكة المملحة الفسيخ، يعني أنه في ناس كتير يا دكتور ممكن أنه تتناول بحبوه كثير. الرأس أو نعم، هيك، زي ما فبننوه هي بيقعد عليها صح؟ زي ما يعني هي. بنوه انه هان في خطوره جدا جدا، في جراثيم، في ميكروبات، في سموم. السمكه المملحه بتتركز في مداخل البطن، السمكه المملحه، وكمان في الراس. فمن هون بنوجه هاي الملحوظه، وجهها لكم الدكتور عطا معانا اليوم، انه هاي مهم جدا تاخذوا بالكم صحيح. منها. وبما انه طرقنا للرنجه، قبل ما نروح للسلبيات يا دكتور، تفضل. الرنجه طبعا يمكن بتشتهر فيها دوله مصر الشقيقه، طبعا انا هي والفسيخ أكيد متوارثة عنهم. عايد شمل النسيم طبعا، خلينا أيوة نعايد على بالضبط، المصريين اليوم معنا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وهم بخير إن شاء الله، شعبنا المصري الشقيق. أكيد إن شاء الله كل شعوب الدول العربية. أكيد. دكتور حكينا عن السلبيات وحكينا كتير عن الفوائد سوري، وحكينا إنه كتير مهم إنه ناخد بالنا من شوية أمور، وكيف نعرف السمكة المملحة التالفة ونميزها عن الصحية اللي ممكن جيد. نتناولها. ندخل في السلبيات. سلبيات، كتيرة سلبيات كتيرة سلبيات. أكيد أكيد. طبيعة السمكة يتركز فيها الصوديوم الملح، فالملح البروتين الغني بالأملاح هذا، السمكة الغنية بالملح بترفع الضغط، أو مرضى الضغط والحوامل ممنوع ممنوع انه يقربوا جنبه، ياكله، يعني ممنوع. بالذات الحوامل. وبدق هنا الناس الستات اللي تعبانة في الحمل وتعبانة في الأمور، إنه بتتعرض السيدة للضغط أثناء الحمل، مرضى الضغط ممنوع ياكلوه، مرضى القلب، الناس اللي عندها مشاكل في المعدة، قرحة المعدة، اللي بيعاني من نزلات متكررة، من الانتكاسات المعوية، هذا ممنوع يمنع عنه ياكل تماما انه تماما. ياكله. يعني إذا بده يجامل بده ياكله نتفة، نقول له من نفسك. فهو يعني مش هالخطر إذا أكل جزء بسيط جدا.
حتى المنصوح الكمية المنصوحة للإنسان العادي من نفسيخ 150 جرام ما يزيده للإنسان العادي. العادي كمان يعني تخيل 150 جرام يعني إحنا بنغمس نص ربطة الخبز على نفسيخ. فهي الشغلة إنه المساوئ منها كمان اللي هي التسمم اللي إحنا تطرقنا إليه وتعرضنا إليه. التسمم نتيجة عدم الحفظ الجيد للسمكة بالطرق العلمية الصحية السليمة اللي بيعرضها للفساد، بيعرضها للأمراض وهي في داخل براميل الحفظ أو في داخل الكراتين أو الأكياس اللي بيملحوها فيها نتيجة تسرب بعض أنواع المفسدات. خلينا نقول الناس اللي متخصصة في الفسيخ مشهورين كتير في غزة ومخدينها صنعة أبا عن جد وعارفين النوع الجيد من السمك طبعا. وفي الأساس أنت مصدر السمكة كمان إيش؟ ما هو في فسيخ مملح الطبيعي السمك صيد البحر يعني، وفي المزارع في كمان هاي بتختلف عن هاي. فالسموم اللي بتتركز في بطن السمكة المعرضة للفساد أو اللي هي شبه فاسدة أثناء التمليحة وقبل ما تصير فسيخة بتضل موجودة موجودة تبقى موجودة بتزيد كمان نعم، وبتتعرض للفساد أكتر وبيتناولها المواطن. وهنا السلبيات اللي بنتكلم عنها بتعرض للنزلات المعوية وللتسمم للانتفاخات للانتكاسات أحيانا ارتفاع ضغط الدم وما يدريك لعل كمان الذكرى تنفع المؤمنين الكلى كمان طبعا يعني كل هاي الأضرار تخزين المي في الجسم لأنه الملح اللي موجود كمية كبيرة. وهاي اللي حضرتك اتطرقت لها ما بعد رمضان صيام 30 يوم إذا فيها حتى نقطة أنك ترجع عليها كمان شوي بيضطر اللي بياكل الفسيخ يشرب مية كتير صحيح بيزيد الضغط على الكلى بروح في إرهاق طبعا بصير طبعا والله خوفتنا يا دكتور هو جسمه يعني. لا هو أنا بحد ذاتي ما أكل الفسيخ يعني مش الشغلة إنه بس أنا إنه الشغلة تكون بانتظام باعتدال وقناعة باعتدال وقناعة زي ما تفضلتي. الشغلة مش إنه زي ما حضرتك بديتي بشراهة بفكر الإنسان إنه رمضان كان محروم من هاي الحاجات كان محروم من الأكلات الدسمة والأكلات الزاكية اللي إحنا عادات وتقاليد سبحان الله موروثة مصر الفسيخ والرنجة والسمكية كمان لسه ما حكينا فيها السمائية ندخل على السمائية للعلم هي مش أكلة غزوية في الأصل أكلة كردية كردية نعم يتوارثها الشعب الفلسطيني وأغلب سكان الساحل الفلسطيني يعني من قبائل و من أيام العدنانيين وأيام تشكل أو كوكتيل الشعب الفلسطيني اللي تشكل فتوارث العادات الغذائية هاي. السمكية أكلة بلدية شعبية لذيذة جدا أكتر شيء أهل غزة اللي بيعرفوها أكيد يعني أكيد متميزين بالضبط متميزين فيها يعني لهم بصمة خطيرة في بصمة هذا الموضوع ستاتنا الكبار الله يطول عمارهم يحفظهم يا رب هم الأساتذة فيها حتى بيستغربوا من الصبايا اللي بتطبخوها بتعرف تطبخ السمكية مين معلمك إياها فأكلة صعبة أكلة صعبة بدها خبرة بدها الست بدها الجدة نعم بدها الجدة بدها الست الوالدة الله يطول عمرها الله يطول أعمارهم جميعا. لكن إلها أضرار إنه الإنسان بعد الصيام يأكل فوت سمكية في تلبكات معوية والله هو الشكلة خلينا ناخدها بشكل عام سواء كانت سمكية أو في ناس لما بتصلوا علينا حتى بيقول لك نفطر سمك نفطر كذا نفطر كذا نفطر كذا هي الشغلة إنه الأكل المفاجئ الدسم الثقيل على المعدة على الجهاز الهضمي بعد صيام 30 يوم وراحة معينة برمجت جسمك أنت عليها خلال فترة صيام 30 يوم عودت جسمك على نظام غذائي محدد في ساعات أكل معينة والصيام طويل 16 ساعة كانوا شوية في شهر رمضان من الساعة 4 إلى 10 الفجر لغاية 8 إلى 10 المساء ف 16 ساعة بالتمام يعني رمضان قفل على هذا الزمن عود جسمك على نظام مية ما في سوائل صحيح إلا خلال الفترة هاي كانت الناس في الأكلات الدسمة غير والأكلات الشهية في رمضان تركز كمان على الحلويات يعني سبحان الله القطايف ما لها طعم إلا في رمضان أكيد طبعا والحلويات معينة كنافة وإلى آخره ما لها ظهر شهر رمضان سبحان الله فهذه الأمور شغلات بنعتز فيها كتراث فلسطين وعادات وتقاليد حميدة وجيدة لكن لا نسيء استخدامها وهذا الشيء الجيد اللي بحب أركز عليه وأنبه عليه الإخوة المواطنين لا تسيئوا استخدام أو لا تسيئوا مفهوم العادات والتقاليد الجيدة تتحول لسيئة بالأخص النظام الغذائي اللي معروف أنه
بيعمل خطورة على الجسم حتى لو لم يكن المواطن يدري بذلك. أكيد. صعب أنك أنت ما تنبه الناس، وكنت أتمنى أن الحلقة هي تكون قبل ما يبدأ أكل الفسيخ الصبح وأكل السماقية على الغداء والأكلات الدسمة. في ناس بتحب تعزم كمان وتذبح وشغلات زي هذه على العيد، ويفاجئ المعدة بهاي الدسامة. فأنت صايم، صايم خلال الشهر، سحورك شوف قبل الفجر متعود تتصحر السحور العادي اللي الناس متعودة عليه، اللبن، الجبنة، البطيخ، الحمص، الشغلات. أنا أفطرت اليوم زي هيك حمص كملت كأنه رمضان. هي المفروض هيك إنه يرجع الجسم بالتدريج يأكل وجبات. لو سألت حضرتك على الحل كمان إنه يفطر قريب من وجبة السحور، إيش كان يأكل أثناء السحور يأخذها الإفطار تبعه. يعني هاي ممكن أعتبرها نصائح الآن بتوجهها معنا للمشاهدين، كيف إنه يحاولوا يحافظوا على غذائهم بعد انتهاء الشهر الفضيل حتى ما يقعوا في التلبكات المعوية والانتكاسات الصحية. حكينا إنه يتناول فطور قريبا نوعا ما مثل وجبة السحور اللي اتناولها في خلال الشهر الفضيل. من ناحية تناول المشروبات الكثيرة خاصة الرجال اللي بتوافدوا في زيارة الأهل والأحباب، أكيد طبعا العادية أهم شيء. عاداتنا وتقاليدنا طبعا العيدية وزيارة الأرحام واجب على كل فرد في أبناء الشعب الفلسطيني، لازم. هذه عادات متوارثة وحميدة ولازم نعزز أولادنا فيها وننميها. لكن أقولها بالبلدي، ارحمونا بجد، ارحمونا من الضيافة اللي صح بعز على الخوات وعلى بنات الأخت وبنات العم والبنات الصبايا، انه يعزموا ويكونوا تعبانة عاملة الكعك وعاملة المعمول وشارية شوكولاتة وبدها الضيف. فهذه عادات، عادات تقاليد حميدة وحلوة. بس لما تشوفي انت انه على فرض انك بدك تزور 10 بيوت، تخيل انه كل انسان بدك يا عصير يا اما سوفت بيبسي كولا، في ناس بالضبط. وهذه بتعمل عشان بيكربونات الصوديوم العالي فيها تحبس المي في الجسم، بدك تضلك تشرب مي، تقول ماكل فسيخ كمان. لو كنت ماكل فسيخ زيادة الخير خيرين يعني ثلاجات المي والشوكولاتة. ولو ما كلتش ما تضيفتش حيزعلوا. الكعك في ناس بتعمله في البيت، في ناس بتشتري من برا. الجودة العالية، الجودة الكويسة، فيها سمنة وفيها زبدة وفيها زيوت، برضو هي تقيل شوي على فهذه كلياتها بإطار عام السمكية والكعك والمعمول والشوكولاتات والفسيخ والبندورة المعقدة اللي بناكلها، كلها هذه أمور مفاجئة للمعدة بعد الصيام. فيجب بالتدريج العودة إلى البرنامج الغذائي المعتاد خلال 11 شهر في السنة اللي أنت معود جسمك عليه. بعد الصيام بالتدريج تناول وجبات خفيفة مقاربة لمواعيد اللي كنت انت برمج نفسك عليها في الصيام أثناء رمضان. صحيح. أثناء رمضان يعني صحيح. الإفطار مثلا يكون هو والغداء قريب من بعض، يعني الغداء الساعة 4-3 قريب من 7-8، حتى انه الجهاز الهضمي يتعود بالتدريج يبدأ يتقبل الأكل الوافد بالضبط. وما تصيبك الانتكاسات اللي انت تفضلتها، النفخات والإسهال والمغص وكتير شغل. هذه أهم شيء. على العموم جميلة جدا هاي النصائح والتوصيات يا دكتور، أنا بتمنى كل السادة المشاهدين انه يستنفعوا فيها ويقدروها وياخدوها بمحط اهتمامهم. على العموم شكرا لحضورك اليوم، شرفتنا. بنعرف انه الدنيا عيد وحتكفي هلا زياراتك. بيستنوا فينا هلا. بيستنوا. كل عام وحدثك طيب وبالف خير. وانت بالف خير وبصحة وسلامة. ورفقا على المعدة، هاي نصيحة من الدكتور. صحيح. يعني ستيب باي ستيب، عودوها شوي شوي، ما تفاجئوها، حرام ما تتفاجئ هيك بدخول اكلات خلينا نقول ثقيلة ودسمة زي ما قال الدكتور معانا. ستيب باي ستيب، ابدوا هونا على هاي المعدة، لأنه المعدة من الأكل اللي عم بتشوفه والمشروبات اللي عم تنزل فيها شوي وحتصرخ وتقولكم من شان الله سيبوني شوي في ارحموني ارحموني. فكل عام وانتم بخير طبعا كله، لكن بمقدار معين محدود، لأنه كل شيء إذا زاد عن حده بينقلب ضده. حكينا عن انتكاسات وأعراض صحية ممكن يتعرض لها الإنسان في العيد، علشان هيك خلوا بالكم من صحتكم، هذا أهم شيء. كل عام وانتم طيبين. حروح للأهل فاصل وبنرجع لكم من جديد.